سعداء جدا ان احنا هنا، سعداء جدا بالوصول النهائي. عملنا بطولة كبيرة، تعبنا كتير عشان نقدر ان احنا نبقى موجودين هنا في النهائي. قدامنا مباراة مع فريق قوي جدا، فريق كبير. اعتقد الفرقتين استحقوا الوصول للنهائي، واعتقد ان هما الاتنين قدموا بطولة كبيرة جدا الاتنين، واعتقد ان هما احق فرقتين بالوصول للنهائي. الوصول النهائي معناه دايما ان انت عندك الطموح ان انت تاخد البطولة، وبالتالي احنا هنعمل كل اللي في وسعنا، هنأدي كل شيء حتى نحصل على البطولة في الماتشين ان شاء الله. عندنا ماتش هنا وماتش في القاهرة، وبالتالي هنأدي كل اللي علينا قدر الامكان للحصول على البطولة في الماتشين ان شاء الله. احنا السنة اللي فاتت جينا هنا، طبعا الموضوع كان مختلف تماما، النهائي غير لما تلعب في ادوار اقصائيه. كسبنا هنا 3-0، عملنا ماتش كبير جدا السنه اللي فاتت، كنا بنلعب فريق كبير. يبقى الترجي مين اللي بيلعب؟ دايما الترجي فريق كبير، فاحنا عملنا مباراه كبيره. طبعا كان في فرق كبير ان ما كانش في جمهور حاضر السنه اللي فاتت، فده برضه فرق السنه دي. لكن اعتقد ان انا اتفرجت على الترجي كتير، الترجي السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت، في تطور كبير، في تحسن كبير في اشياء كتير. انا اتفرجت على 5 مباريات للترجي لغايه دلوقتي، وشايف ان في طبعا الترجي بيلعب كويس جدا، استحق الوصول للنهائي. النهائي دايما بيبقى كاتيجوري اعلى كتير من الادوار الاقصائيه. طالما وصلت للنهائي فانت فريق اقوى، فانت فريق افضل من الفرق القاره، وبالتالي كمان في النهائي الدوافع بتبقى مختلفه، بيبقى الفريق عايز، كل فريق عايز ياخد البطوله. فاعتقد طبعا ان الماتش بكره هيبقى مختلف تماما، هيبقى محتاج مننا تركيز كبير. وزي ما كابتن الفريق كابتن الشناوي قال، احنا بنتكلم على ماتشين مش ماتش واحد، في مباراة بكرة وفي مباراة ان شاء الله الاسبوع القادم في القاهرة. لازم نبقى مفكر دايما ان هم 180 دقيقة، هنقدر هنحاول نعمل كل شيء عشان في ال 180 دقيقة نكون افضل من الترجي. ده الهدف بتاعنا ان شاء الله عشان نقدر ان احنا ناخد البطولة. مش شايف الامور بالشكل ده، الفرقتين اقوياء ليهم نفس الحظوظ. الخبرة اكيد الخبرات بتفرق في الملعب، ممكن تديك بعض الافضلية، لكن في النهاية كرة القدم لا تعترف لا بالتاريخ ولا بالخبرات، كرة القدم تعترف فقط بالاداء في الملعب. الفرقتين فرقتين كبار، حظوظهم متساوية، الماتش هيبقى صعب جدا، هيبقى التنافس قوي، هيبقى المستوى متقارب. فبالتالي انا مش شايف ان الاهلي حظوظه اكبر بالشكل اللي هنتكلم فيه. انا شايف الفرقتين حظوظهم متساويه، لان ماتشات النهائي تلعب ولازم انها محدش يقدر يعرف الغيب او يقدر يعرف مين اللي هيكسب في الماتشات النهائيه. الاداء في الملعب هو ده المحك، وده اللي احنا هنحاول نعمله، ان احنا ان شاء الله نبقى افضل ونأدي كل اللي عندنا عشان نكسب المباراه. لكن احنا ملناش افضليه على حد، احنا فرصنا كلها متساويه. مباريات الدوري لا يمكن مقارنتها على الاطلاق بنهائي دوري الابطال، الدوافع مختلفه، المستويات بتبقى مختلفه. كمان انا عارف ان المدرب، اولا الترجي هو المتقدم في جدول الترتيب في الدوري التونسي، وكمان المدرب اراح عدد كبير من اللاعبين في الماتشات اللي فاتت في ماتش الكاس، فبالتالي مش معيار ولا مقياس خالص الماتشات اللي فاتت. ماتش النهائي دايما دوري الابطال بيبقى مباراه مختلفه، اجواء مختلفه، دوافع مختلفه، لا يمكن مقارنته على الاطلاق بالمردود اللي كان في الماتشات المحليه. من اهم وابرز تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، تعالوا نروح لاهم وابرز التصريحات الخاصه بمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي وقائده، ونتكلم برضو عن نهائي افريقيا قصاد الترجي التونسي، وقال اكيد ان احنا محتاجين ان احنا نركز لمده 180 دقيقه. تعالوا نشوف قال ايه ونرجع تاني. طبعا احنا كلاعيبه وكنادي اهلي طبعا احنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين هنا واصلين النهائي 5 مرات على التوالي. احنا بالنسبه لنا دي حاجه، تعبنا الفتره اللي فاتت بشكل كويس عشان نوصل النهائي، واحنا عارفين المباراه صعبه. احنا عندنا 180 دقيقه، عندنا شوط اول هنا في تونس وشوط تاني ان شاء الله في مصر، ان شاء الله يبقى معانا التوفيق بكره ان شاء الله، وجاهزين بشكل كويس جدا للمباراه بكره. احنا محضرين بشكل كويس، ان شاء الله يبقى معانا التوفيق، وان شاء الله ناخد البطوله ونرجع نرفع الكاس ان شاء الله في مصر. النادي الاهلي طبعا دايما على طول الحمد لله، يعني اللي هو موجود على طول في النهائيات، الفتره اللي فاتت 5 نهائي على التوالي زي ما انا قلت. بالنسبه لنا النهائي ده احنا بنفكر في بكره على طول. في النادي الاهلي دايما على طول ما بياخد بطولات بيحطها ورا ظهره على طول، بنحطها خلاص في الدواليب، بنفكر على طول في البطوله اللي جايه. طبعا اكيد بالنسبه لنا بنلعب اي فرقه من شمال افريقيا، وبالنسبه اكيد طبعا زي نادي الترجي، نادي كبير وليه شعبيه كبيره وجمهور كبير،
اكيد طبعا احنا بندي له احترام كبير جدا. وبالنسبه لنا الماتشات عامه بتاعت شمال افريقيا عامه بتبقى ماتشات صعبه، بنبقى قريبين من اللغه قريبين من اللعب مع بعض، عشان كده ده الاختلاف في النهائيات الثانيه لما نيجي نلعب فرق افريقيه، ده الاختلاف يعني. واحنا كده كده عاملين احترام جدا لفرقه الترجي، وان شاء الله زي ما قلت يبقى معانا التوفيق بكره اهم حاجه. واحنا عندنا ماتشين، الماتش الاولاني الشوط الاولاني بكره هنا، يبقى معانا التوفيق نرجع بنتيجه ايجابيه، والماتش الثاني ان شاء الله في مصر ربنا يكرمنا. شكرا. مباراه النهائي بتبقى مختلفه تماما عن الادوار اللي قبل كده. بالنسبه لنا احنا عندنا خبرات، وصلنا زي ما قلت نوصل النهائي كتير الفتره اللي فاتت الحمد لله، يعني ده اهم حاجه. بس ماتشات النهائي بنلعب اي فرقه قدام اي فرقه بيبقى الماتش مختلف تماما، بتلعب 180 دقيقة زي ما قلت الشوط الأولاني على أرضهم، الماتش الثاني على أرضنا، الجمهور بيبقى عامل فرق كبير طبعا. بس في الأول وفي الآخر احنا خدنا على المرحلة ديت اللي احنا نلعب في وسط جمهور، ونلعب واحنا بنحب ان احنا نلعب في وسط جمهور في تونس في أي حتة في البلاد الأفريقية، بالنسبة لنا بتبقى حاجة كويسة جدا. اللي في الأول وفي الآخر اللي بيلعب واللي بيكون محضر بشكل كويس واللي بيكون مركز بشكل كويس ومدي الفرقة احترامها، ده اللي بيفرق في الملعب. واحنا بندي احترام جدا لفرقة الترجي، وهم اكيد طبعا مدينا احترام كبير جدا، اللي احنا برضو يعني وصلنا 5 نهائيات طبعا، هم مدينا احترام جميل جدا. واحنا في الاول وفي الاخر احنا بنقول الماتشات النهائي ملهاش يعني توقعات، احنا اهم حاجة نجتهد ونشتغل واحنا بنحضر بشكل كويس، وزي ما قلت يبقى معانا التوفيق بكرة وان شاء الله، ويبقى معانا التوفيق في مصر ان شاء الله. طبعا احنا كباتن فرقه موجوده في النادي، بنتكلم مع الفرقه، بنقعد نتكلم معاهم، احنا بنحترم اي فرقه كبيره صغيره، احنا بنشتغل نفس الشغل بالظبط، نفس الكلام، نفس كل حاجه. طبعا ده نهائي، بس في الاول وفي الاخر احنا زي ما قلت بنحترم كل الفرق. هو نفس الكلام، بيبقى فيه طبعا خبرات اللي موجوده من اهلهم وبنقول لهم عليها وبنقول لهم ايه اللي هيحصل والكلام ده كله، كل السيناريوهات، عشان كده بنحضر بشكل كويس المباراه، ومعتقد ان احنا محضرين بشكل كويس، بس يبقى معانا التوفيق ان شاء الله. اكيد طبعا علي معلول قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي، يعني كل الناس بالنسبه للجمهور. علي معايا بقاله داخلين دلوقتي في 8 سنين، احنا الاثنين جايين مع بعض داخلين النادي مع بعض، انا من ابن النادي الاهلي، وده حاجه شرف ليا. وهو علي دلوقتي في النادي بقاله 8 سنين، بالنسبه لنا قيمه كبيره، وحقه ان هو يلبس تيشيرت الكابتنه اللي كان في الماتش اللي لبسها فيه. طبعا احنا كلنا كنا مبسوطين جدا ان هو يلبسها، ان واحد من كباتن الفرقه وبتساعدني في الفرقه ومن كباتن اللي موجوده كلاعيبه كبيره، واحنا مع بعض على طول وبنتكلم مع بعض كتير، وهو بالنسبه لجمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا. ومعتقد برضو في تونس علي معلول هنا اسم كبير. انا لو كلمت على علي معلول ممكن اتكلم لبكره الصبح يعني، عشان هو مش بالنسبه لي كلاعب، لا هو اخ واكتر من اخ كمان، عشان احنا بقالنا 8 سنين مع بعض. انا بالنسبه لي علي مهم جدا في الفرقه بخبراته، يعني انا اكن ان هو طبعا تونسي بس اكن هو مصري بالنسبه لنا. وانا طبعا يعني علي بيبقى واحد من اهم اللاعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، وتاريخ النادي الاهلي عمل تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي، ودايما على طول مع بعض، ودايما بناخد بطولات مع بعض، ودايما ناخد كمان بطولات اللي جايه ان شاء الله. ويعني لو كلمت زي ما قلت اتكلم لبكرة الصبح، ده حقه ولازم نقوله. وهو طبعا من كابتن الفرقه، ويعني يا رب دايما يبقى موجود وعلى طول بيجيب بطولات معانا. لا الوقت الحالي بالنسبه لي الفرقه كلها متغيره، يعني ما فيش حد بالنسبه لي الفرقه، ما نيجي نحترم الفرقه الترجي بنحترم الفرقه ككل، ما بنحترمش كافراد، يعني احنا بنحترم الفرقه، بنحترم اللعيبه كلها، وبنتفرج على الفرقه كلها. احنا بالنسبه لنا كنادي كبير الحمد لله، يعني الحمد لله احنا ما بنخافش من حد، واللعيبه كلها بتحترم كل لعيب في الفرقه وبتحترم النادي الترجي كله عامه. يعني اكيد طبعا مباراه قويه جدا النهائي، انت حضرتك بتتكلم عن النهائي، ان كده كده جمهور بتاعنا وجمهور الترجي بالنسبه لنا احنا تعودنا خلاص على الضغط ده، احنا بقالنا فتره كبيره جدا، واللعيبه اللي موجوده اتحطت في المواقف دي قبل كده. واحنا زي ما قلت احنا بنحب نلعب في مباريات فيها جمهور كتير، بنبقى سعداء ان يبقى في جمهور هنا في مصر او هنا في تونس، اللعيبه اتعودت على كده وخلاص، يعني ما فيش حد عنده الرهبه ان يبقى في جمهور في الملعب، لا ما عندهمش الرهبه خالص. واهم حاجه المباراه تطلع بشكل كويس، والنتيجه لسه في ماتشين، شوط هنا وشوط هناك، وان شاء الله الماتش الثاني يبقى بالنسبه لنا يبقى عندنا التوفيق، وان شاء الله ناخد البطوله.